للمزيد انضم الينا عبر الهاتف نظيفتي الغربيه الصحفي الفلسطيني مصعب قفيش. اهلا بكم استاذ مصعب الى هذه الجوله الاخباريه. يعني هلا اطلعتنا على اخر تطورات الوضع الميداني في الضفه بالتزامن مع الهجومين اللذان استهدف الاحتلال. اهلا بكم متابعينا الكرام وتحيه لك زميلي ولجميع المشاهدين. منذ ساعات الصباح الاولى قوات الاحتلال قامت بعمليه اغتيال الشهيد اشرف نعالوي بعد مطارده ما يقارب شهرين، وهو منفذ عمليه مستوطنه بركان المجمع الاقتصادي والتجاري واصحاب رؤوس الاموال الكبير. الان قوات الاحتلال وخاصه بعد عمليه الانتقام التي قام بها الشهيد محمد مطير فجر اليوم في شارع الواد في البلده القديمه في القدس، وايضا عمليه اطلاق النار في مستوطنه جبعات اساف والتي راح فيها جنديين. الان قوات الاحتلال تستنفر بشكل هستيري وتغلق منطقه رام الله بشكل كامل وتعلنها منطقه عسكريه، وايضا المستوطنين يقومون بعمليات اعتداءات على سيارات المستوطنين على الشوارع الكثافية. طبعا احصائيه لمصادر الاحتلال ومصادر عبريه قالت بان هناك اكثر من 25 نقطه مواجهه واكثر من 40 حاله ابقاء حجاره على قوات الاحتلال وعلى المستوطنين. هناك دعوات شبابيه في جميع مناطق الضفه في رام الله والبيره وجميع مناطق الضفة من أجل التصدي لمواجهة لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال. أيضا المستوطنين أعلنوا بأنهم سيقوموا بالزيادة في عمليات الهجمات على الفلسطينيين، وقاموا بدعوات من أجل إغلاق شارع السجين، هذا الشارع الاستيطاني الذي يقسم الضفة من شمالها إلى جنوبها، من أجل إغلاقه وإلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين ووقف وشل حركة الفلسطينيين على الساعة الخامسة تماما. برأيك يعني مدى تصاعد الهجمات التي تستهدف الاحتلال الصهيوني في الآونة الأخيرة؟ قوات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في خلال الفترة الأخيرة تصاعدت من عملياتها واستفزازاتها للمواطنين وأيضا المستوطنين وجماعات الإرهابية جماعة دفع الثمن التي تقوم بشكل شبه يومي باعتداءات على المواطنين في الضفة الغربية. هذه الاستفزازات هي يعني نتيجة طبيعية لقيام الفلسطينيين من أجل الدفاع عن أنفسهم ورد هذه الاعتداءات، خاصة بأن قوات الاحتلال تقتحم بشكل يومي مناطق الضفة وتعتقل العشرات بشكل يومي. والان نتحدث نحن تقريبا عن منطقه رام الله، هي منطقه عسكريه مغلقه وهي يعني الان بؤره ومركز اقتصادي ونقطه تجمع لجميع اهل الضفه. يعني نحن نقول بشكل شبه رسمي بان هذه الموجات المتكرره من العمليات ربما تؤدي الى انتفاضه شامله، خاصه بان قوات الاحتلال قالت بان نمط عمليه عسره وجماعات اثاث سيشجع المزيد من الفلسطينيين للقيام بهذه العمليات. نعم، برايك كيف ستكون رده فعل القوات الاحتلال لا سيما مع تصعيد من قبلها في الانتهاكات مؤخرا؟ يعني قوات الاحتلال الان اعلنت منطقه رام الله حظر واغلقت جميع الطرق الاستفزازيه ونشرت حواجز التفتيش وصعدت من عمليات تفتيش خاصه بعد انسحاب منفذ العمليه صباحا عمليه استبعاد اساف، حيث تم العثور على مركبته لكنه يعني انسحب باتجاه مدينه رام الله والان تركز البحث من اجل العثور عليه. نشير الى ان منفذ العمليه مسلح ولربما في اي لحظه ينفذ عمليه جديده. المواجهات تتصاعد بالضفه في عده مناطق في عده بؤر احتكاك مع المستوطنين. بيان الرئاسه الفلسطينيه قال بان سلسله العنف هذه نتيجه طبيعيه لاقتحام قوات الاحتلال المستمر ايام قادمه وموجوده. وصلت الفكرة الأستاذ مصعب قفيشة الصحفي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من الضفة الغربية، شكرا جزيلا لك.